تشرف الحرب في أوكرانيا على إتمام عام من المواجهة بين موسكو وكييف التي تحظى بدعم دول حلف الناتو. هذا وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل يومين التأكيد على عزم الولايات المتحدة مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا حتى نهاية الحرب. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصميم موسكو على الانتصار في هذه الحرب. للمزيد عن الوضع بعد قرابة عام على انطلاق هذه الحرب ينضم إلينا من بروكسل الأستاذ محمد رجائي بركات خبير شؤون أوروبية. أهلا ومرحبا بك دكتور أستاذ بركات. أهلا بكم أستاذ بركات. كيف تقيم توازنات القوى في هذه الحرب التي تشهد مواجهة بين روسيا من جهة وأوكرانيا ودول حلف الناتو من جهة أخرى؟ يبدو بعد يعني الخبراء العسكريين أن روسيا لا تحرز التقدم المنشود، وأنه إذا استمر الدعم الأمريكي والأطلسي لأوكرانيا للجيش الأوكراني فالمعارك سوف تطول، وربما روسيا الجيش الروسي لن يستطيع أن يحقق ما كان يريده الرئيس الروسي بوتين. ولكن ما نلاحظ الآن أن الصين دخلت على الساحة، هناك اتصالات واجتماع وزير خارجية بوتين، وزير خارجية الأوكراني مع وزير خارجية الروسي، والرئيس بوتين استقبل أيضا المسؤول عن العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني. فبالتالي الصين بدأت تدريجيا، وخاصة بعد الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي للصين بأنها تساعد عسكريا روسيا، وكان هناك نوع من التهديد أو الإنذار للصين. فبالتالي الأوضاع على ما يبدو الآن ستستمر على ما هي عليه الآن. طب هذه الزيارة ما هي الرسالة التي تحمل هذه الزيارة وزير خارجية الصين إلى موسكو في هذا التوقيت؟ طبعا هذه الزيارة تدل على دعم الصين، وأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن وعدم قبول الجانب الأطلسي بمبادرة سلام وخاصة التي تنوي الصين تقديمها، فإن الصين ربما ستتجه نحو التعاون بشكل أكبر مع روسيا. الصين على علم بأنها مهددة أيضا من قبل حلف شمال الأطلسي، يعني حلف شمال الأطلسي دول الأعضاء تبنوا قبل أكثر من عام خطة عمل خلال 10 سنوات القادمة، أشاروا فيها إلى أنه يجب الوقوف ومواجهة الخطر الصيني والروسي. وأيضا أجهزة الاستخبارات الأمريكية عدت تقارير رفعتها للكونغرس، واعتبرت أيضا الصين بمثابة خطر على دول حلف شمال الأطلسي على الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي الأمور فيما لو لم يتم التوصل إلى اتفاق وقت إطلاق نار وإيجاد حل سلمي للنزاع هناك قد تتطور إلى أكثر مما يتم أو مما يتصوره البعض في الواقع. طيب الرئيس بايدن يلتقي في ورسو 9 من قادة أوروبا الشرقية والوسطى بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ليؤكد الدعم الراسخ لهم. هل تعبر هذه الزيارة زيارة بايدن عن المواقف الغربية كلها؟ هل هي دليل على متانة الموقف في كييف إزاء مجريات هذه الحرب؟ أعتقد عكس ذلك، يعني كون الرئيس الأمريكي يجتمع أولا مع رئيس الوزراء البولندي اجتماع مغلق ثنائي بين الجانبين، والآن اجتماعه مع دول 9 مجموعة دول بوخارست التي تأسست عام 2015 وهي الدول التي لديها حدود مع أوكرانيا وروسيا وكانت في السابق أعضاء في الاتحاد السوفيتي. فبالتالي اجتماعه معهم هو أيضا ربما يكون بمثابة رسالة إلى دول شمال أوروبا التي تتردد في تقديم الدعم الذي تطلبه أوكرانيا. فيعني هذا ربما يدل على بشكل مبطن على وجود تناقضات، لماذا لم يجتمع مع كافة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أو على الأقل مع أيضا خلال نفس الاجتماع مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني إلى آخره. فربما يكون هذا بمثابة توجيه رسالة إلى دول شمال أوروبا بأن عليكم أن تساهموا أيضا كما يجب في تقديم الدعم العسكري للجيش الأوكراني، لأن هناك تردد. تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون عندما يقول يجب أن نهزم
روسيا ولكن دون أن نسحقها وتصلح، وهذا يتناقض مع بعض كلام المسؤولين في الشمال الأطلسي وأيضا التصريحات التي أدلى بها الرئيس بايدن. نعم أستاذ رجائي، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشير من جانب آخر إلى تصميم روسي على الذهاب في هذه المواجهة حتى النهاية، برأيك وبعد عام هل يعني ذلك أن المرحلة هي مرحلة عسكرية إضافية للنزاع وغياب الحلول الدبلوماسية؟ أعتقد لن يكون هناك حلولا دبلوماسية على الأقل خلال على المدى المتوسط أو المدى القريب، ذلك لأن الجانب الأوكراني والأمريكي يرفضان أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار ما دام الجيش الروسي موجود على الأراضي الأوكرانية، ويطالبوا بانسحاب الجيش الروسي الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية، ويطالبوا بانسحاب الجيش الروسي من كافة الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم، وأعتقد أن هذا الأمر مرفوض بتاتا من قبل الرئيس الروسي. لذلك المعارك يعني من البديهي أن تستمر هذه المعارك، واليوم صدرت بعض المقالات وبعض الخبراء العسكريين حذروا من احتمال زيادة حدة التوتر قد يؤدي إلى استخدام أسلحة نووية إلى آخره، أو على الأقل مشاركة دول مثل بولندا وبعض الدول التسعة التي سيلتقي بها. نعم الرئيس الأمريكي. نعم أستاذ رجائي، خاصة الفترة الأخيرة شهدت تعهدات غربية متعددة بتسليح نوعي لأوكرانيا، برأيك ما هي محاذير خروج هذا النزاع عن نطاق السيطرة الجغرافية أو حتى مستويات المواجهة العسكرية؟ بالطبع فيما لو تم فعلا إرسال طائرات مقاتلة F-16 إلى أوكرانيا كما طلب الرئيس الأوكراني، وأيضا إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، هذا يهدد قد يعتبره وسيعتبره الرئيس الروسي بمثابة تهديد لروسيا للأراضي الروسية للمدن الروسية، واستمرار هذا الدعم والتصريحات التي تأتي من الجانب الغربي وخاصة من أمين عام حلف شمال الأطلسي والرئيس بايدن بالاستمرار، ضرورة الاستمرار مهما تكلف الأمر ومهما استغرق الزمن في دعم أوكرانيا، طبعا هذا قد تكون له ردات فعل روسية غير متوقعة، وأيضا في حال إرسال صواريخ بعيدة المدى واستمرار في إرسال الدبابات التي طلبها الرئيس الروسي، الرئيس بوتين أشار إلى أنه سيقوم بتحطيمها، وهل سيقوم في حال تصاعد التوتر هل سينجم عن ذلك مشاركة ربما بولندا في الحرب إلى آخره، فبالتالي هناك خطر فعلا توسع مدى هذه الحرب وساحتها، وقد تشمل بعض الدول المجاورة لروسيا وأوكرانيا. نعم الأستاذ محمد رجائي بركات خبير شؤون أوروبية، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.